للمتابعة مشاهدينا ينضم إلينا مراسل الغد من بروكسل عمر بشير ومن لندن عمر شاكر. أبدأ معك عمر بشير من بروكسل. مع انتهاء الجولة الأخيرة من مفاوضات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، ما أهمية هذا اللقاء اليوم وهل يمكن أن يحدث اختراق في هذا الملف؟ نعم، يعني هذا اللقاء وغيره من اللقاءات تؤكد أن هناك رغبة حقيقية لدى الجانبين، الجانب البريطاني والجانب الأوروبي، في التوصل إلى اتفاق يحدد شكل العلاقة المستقبلية بينهما، لأن الخروج بدون اتفاق هو ضرر كبير على الجانبين، رغم أنه الأقرب منطقيا وأيضا الذي لا يوجد فيه خشية من قبل الجانبين كما يقولان مرارا وتكرارا. الآن يتوجه كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه إلى برلين للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد انتهاء القمة التي عقدت هنا في بروكسل على مدار اليومين الماضيين، أي أقصد الخميس والجمعة الماضيين، وهذه القمة التي على هامشها أيضا تم الحديث عن اتفاق الخروج والذي لم يحقق المفاوضون فيها أي تقدما في الملفات الصعبة، لا سيما حق الوصول للمياه البريطانية للصيد الذي تعتبره بريطانيا حق سيادي لها، ومشكلة إيرلندا الشمالية، والأهم حاليا المشكلة الإضافية مشكلة قانون السوق الداخلية الذي مرره البرلمان البريطاني. وهنا أنجيلا ميركل قالت أن هذا القانون يعد انتكاسة للمفاوضين، بينما طالب الاتحاد الأوروبي هنا بريطانيا بالتراجع عن هذا القانون، وقال إنه سوف يتوجه إلى المحكمة الأوروبية لمحاسبة بريطانيا وربما فرض غرامات عليها لانتهاكها لاتفاقيات دولية. المقصود هي الاتفاقية التي توصلت إليها تريزا مي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم العلاقة المستقبلية، وأيضا تبعيات السوق الداخلية على اتفاقية السلام، اتفاقية الجمعة العظيمة التي وقعت في إيرلندا في العام 1998 والتي أنهت الحرب هناك، وهذه اتفاقية دولية. بالتالي بريطانيا من وجهة نظر أوروبا اخترقت اتفاقيات دولية بقانون السوق الداخلية الجديد، وربما عمر شاكر لديه تفاصيل الموقف نعم بريطانيا، لكن بكل أوروبا تأكيد متمسكة بالضغط على بريطانيا لإلغاء هذا القانون، وإلا سوف تلجأ إلى المحاكم. إذن هذه الصورة أوروبيا من مقر المفوضية وما سيدور من لقاء اليوم. ننتقل مشاهدينا إلى لندن وعمر شاكر. عمر، كيف تنظر بريطانيا إلى هذا اللقاء والأهمية الاستراتيجية بالنسبة له، وما الذي يمكن أن يحققه لبريطانيا؟ يمكن القول أنها تنظر باهتمام، لأن في النهاية مثل هذه اللقاءات يمكن أن تغير من الموقف الأوروبي الجماعي. الاتحاد الأوروبي ليس دولة مستقلة، هو عبارة عن مجموعة أعضاء، وألمانيا عضو مؤثر في الاتحاد الأوروبي، وتهمه كثيرا التجارة مع بريطانيا وصادرات الألمانية إلى بريطانيا، خاصة وأن الجولة الأخيرة من المفاوضات اختتمت، والآن الجولة الحاسمة التي يتخذ فيها المسؤولون الكبار قرارات كالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيسة المفوضية الأوروبية. وهذا ما جرى في الاتصال يوم السبت الماضي المشترك بين رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، واتفقا فيه على تكثيف المفاوضات وعلى أيضا الاتصال بشكل دائم ومستمر بين الجانبين لبحث العوائق أمام تحقيق اتفاق بوريس جونسون. أبدى تفاؤلا في اليومين الماضيين بإمكانية الوصول إلى اتفاق، وقال أن ذلك يعتمد على الأصدقاء الأوروبيين بحسب تعبيره، وكذلك قال أنه يرغب بالتوصل لاتفاق شبيه بالاتفاق الأوروبي الكندي الذي تم التوصل إليه بين الجانبين مؤخرا. إذن العوائق ما زالت موجودة، لكن هناك آمال معقودة على تحقيق اتفاق بنهاية هذا الشهر كموعد نهائي. كان من المفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق بمنتصف أكتوبر، حيث تعقد قمة بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي. عمر شاكر مراسل الغد كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لمراسل الغد من بروكسل عمر بشير، شكرا جزيلا لكم معنا.